انت اللي عملت هيك يا فوز، خبرني مين اللي قتل امي؟ بدك تخبرني اسمائهم واحد واحد، مين عمل هيك؟ احكي لك، احكي. وقف، رح خبرك كل شيء. قدير بابا، بترجاك بابا، اتصلوا بالاسعاف. قدير ليش هيك عملت؟ أنا ما عملت شيء، مو أنا أصلي، صدقيني مو أنا أصلي، ما عملت شيء. ليش أخديني؟ قلت لكم مو أنا. وقفوا، شو بكن؟ لك مو أنا اللي قتلته، اتركوني أصلي، مو أنا اللي عملتها، عملكن ما دخلني. أصلي بنتي، ليش طالعة بكير كتير؟ رجعتي متأخرة مبارح، مو قلتي رايحة الظهر؟ عندي كم مكان لازم روح عليهم. انتبهي على حالك. يلا سلام. الله معك يا بنتي، ولا تتعبي حالك، وما في داعي تتسرعي بأي قرار. لا ما بيصير، مشان ما يقولوا هي واسطة أورهان، ما هي؟ يعني منضل غربة بهذا البيت وما منملكه كمان. يلا، في عندي شغل كتير. ماشي. أصلي صباحو هان. صباحو، لوين رايحة؟ رايحة على الشغل. وليش مو رايحة بسيارتك؟ سيارتي بالتصليح، مشان هيك اتصلت بتاكسي. طيب وهي السيارات اللي هون شو عم تعمل؟ ليش لا تروحي بتاكسي يعني؟ ولا وحدة منهم سيارتي هان. شو هالحكي أصلي؟ شو نحنا مو عيلة يعني؟ خلص تمام، اسمحي لي وصلك. لا ما في داعي لهالشي بنو، وغير هيك ما بدي روح على الفندق، عندي كتير شغل، رح روح على الحي القديم شوي. تمام، رح أخدك لهنيك، مو مشكلة، أنا مصر لو سمحتي. تفضلي. يلا ماشي. يلا. شو بدك تعملي بهداك الحي؟ بدي شوف رفقاتي القدامى. ما بتقدري تبعدي كتير عن هداك المكان. مزبوط، لأني خلقت هنيك، وأنت كمان لما كنت ولد كنت تعذبني كتير. بتذكر صار هيك مرة واحدة، دخلك بعدهم على حالهم؟ ما بعرف، تعال معي وشوف، المكان مو كتير بعيد. أصلي ما عاد إلي شي هنيك بالمرة. ليش عم تقلل من قيمته؟ لا مو هيك، بس هذا المكان ما عاد يناسبني، يعني إذا بستثني الطفولة خصوصي مع قدير، يعني كنت انبسط. بالمناسبة
كيفه قدير؟ قصدي عم تتواصلوا ما؟ من فترة لفترة. برافو، لساتك ما بتقدري تتركيه. الإنسان ما بيقدر يتخلى عن ماضيه بسهولة. ايه معك حق. رح أنزل هون. شكراً كتير. لا ولا يهمك. بالمناسبة رح تكوني اليوم المساء بالفندق، لأنه يمكن مر لهنيك بدي شوف قاعة الاستقبال. تمام رح حاكيك. أساساً قرب ينهي كل شيء، يعني ضل شوية تعديلات بس. أكيد طالما أنت المسؤولة عن الموضوع ما رح يكون في تأخير. شكراً إلك. لا الشكر إلك. شو بدك موت له؟ أنا جاي مشوار الطريق بس. حلو حلو، خده على المستودع وتوصى فيه، أنا شوي وبكون عندك. أهلين يا قدير، شو صاير؟ ليش تأخرت؟ خلص المهمة جيت. ليك شو بدي إلك، رحت واشتريت لك كل أغراضك، بس تركب هاي، شوف كيف القارب رح يشتغل مثل الحلاوة. قلتلي الله يحميك ويوفقك. لو بعرف انه عندك عجقة لهي الدرجة كنت اجيت بغير وقت اخي خليل. لا بنتي اصلي ما في حدا غريب، لا تجذبها. انا ما قلتلك حدا غريب ابدا، انا قلت المكان معجوق. معجوق قلتلي، شو صاير لنظرك يا قدير؟ طيب شو ما كانت الطاولة اللي عم بتطلع عليها، شايف فيها نفس الجمال. ليش هيك يا انسة؟ ما لفتنا نظرك بالحكي الحلو؟ المهم النية، وكان فيك تختار جمل أحلى. يا ربي دخيلك، شو الغلط بجملي مثلاً؟ قديمة ومستهلكة شوي. قلتي لي قديمة؟ قدير قالت لك قديمة وأنا سمعتها. عشت أخي خليل وأنا سمعتها كمان. تمام، لكن رح نغير الأسلوب. أخي خليل خير؟ هاي تمام ماشي. كم سنة صار ماري؟ من زمان، قبل ما تنتقلوا على الفيلا وتتركوا الحي هاد. تتذكري إنه كل يوم مع بعض ما هيك؟ يوم عنا ويوم عندكم، كنا على طول سوا. كنتي تاكلي الفطاير وأنا الحلو، صح؟ تتذكري كيف أمهاتنا تفاجأوا من كتر أكلنا؟ انصدموا. طبعاً بهداك الوقت نحن ما كنا منعرف شو يعني حب، بس كنا مبسوطين مع بعض، كنا فرحانين والفرحة مو واسعتنا. بس هلا وقت كبرنا أنا صرت مغرم فيكي وبحس بالفرح الكبير بس اتذكر هديك الأيام. فهمتي علي مو؟ لأني كنت أحلم أقضي كل حياتي معك وما نترك بعض أصلي، وأنه نكبر أنا وياكي سوا ونختير سوا ونصير على العكازة ونحن مع بعض. بتحس ولا كأنه بعدنا عن بعض؟ أنت بتتذكر لما تركنا بعضنا ورجعنا اجتمعنا بنفس المدرسة؟ مظبوط. المهم هذا هو الحب، قد ما صرنا كبار بيخلينا على طول نحلم بأحلام الطفولة. يلي بقصده هو إنه لسه عندي نفس أحلام الطفولة أصلي. نحنا ما كبرنا مع بعض وبس، نحنا كمان كبر الحب بقلوبنا أكتر. أخي خليل، خليل
أخي أنت منيح؟ أخي خليل شو صار لك أخي؟ شو صار لك؟ يلا قوم أصلي بسرعة اتصلي بالإسعاف يلا. لا لا يا أصلي، أدويتي جوا بصندوق الخزانة تحت ماكينة تسجيل المدفوعات حبيبتي، جيبي لي ياهن. تمام. أخي ليش ما بدك يعني نتصل بالإسعاف؟ أخ خليل برافو عليك، الشغل كتير حلو، خليك معي لا تغمض عيونك. إيه؟ قدير يخرب بيتك على هالعملة، أنا كتير اندمجت بالدور وراح موت فعلا. أخ خليل خلصنا بقى تطلع فيني. خليل كأنك خفت علي ولا؟ عن جد يا زلمة كأنه الوقت خرج مزح لك. شو أجدب ليك؟ أجت أجت أنا أجيت هذا الصندوق. إيه بنتي افتحي. قدير تعال تعال قوم. قدير أنا ما عم صدق حالي. كل شي فينا نصدقه، وصدقي إني بحبك، ومو بس هيك أنا بعشقك وبموت بهالعيون. مع أنه بهداك اليوم قلتيلي أنه ما كتير بسلي. هلأ هيك العالم بيتسلوا؟ كيف لك كان؟ وحياتك الباتشينو بيطلعوا معي؟ آخ يا أخي خليل برافو عليكم والله، يعني اتفقتوا أنتوا اثنين لحتى عملتوا هالخطة. إيه والله هذا اللي صار. إيه أصلي ما رح تقولي ولا كلمة؟ شو ممكن أقول مثلا؟ يعني مثلا قولي إنك موافقة. لك طبعاً موافقة، وألف كلمة موافقة كمان. ما عم صدق، وأخيراً وافقت وافقت. لك استني استني شوي، تعالي تعالي معي دقيقة. شايفة هداك القارب اللي هوني؟ لا تنسى تتمنى أمنية، الاسم اللي بينمسح أول شي هو اللي رغبته بتتحقق. ايه بس خلص أنا رغبتي تحققت ورغبتي كمان، بس لسه في قدامنا سنين طويلة، أكيد بيكون في رغبات تانية. يعني والله للصراحة أنا عندي بس واحدة، طالما أنت معي أنا ما عندي أمنية. صح؟ ليك لا تجن قدير. بعدين اليوم كتير مهم. تمام شو ما كان بدك مني أنا رضيان، خليني خلص اسمي. تفضل. ألو إيه أنا. تمام بالضبط هي، شوفكن بعد ساعتين تقريبا. أهلا وسهلا. شوفي اجتني دعوة لمقابلة عمل المفروض تكون بكرة، بس قالوا إذا فينا نعملها اليوم. قلت لهم موافقة. هي الشركة اللي قلتي لي عنها، سلسلة الفنادق؟ بالضبط. من كم شهر بلشتي بشغلة؟ لا تخلي أهل فارنا يعملوا لك مشاكل، استقيلي. خليهم يعملوا مشاكل قد ما بدهم، الشغلة صعبة قدير، وفوق كل هاد أنت بتعرف أني ما بنبسط لما غير مكاني. بس مبسوطة هون صح؟ كتير غريب مو هي؟ شو هو الغريب حبيبتي؟ مضت كتير سنين من لما اجينا لهم، ولساتني ما بقدر اتخلى عنا. هدول الشوارع وهدول البيوت
والشاطئ كمان، وبسأل حالي ليش ما بستغني عن هالمكان أبدا. الذكريات؟ يعني ما بصير الإنسان يحن لذكرياته شوي؟ اليوم مستواك منيح سيد قدير. ايه أنسة أصلي، ما صح لنا ندرس بالجامعات مثلك، يعني منيح ما فشلنا بدراسة الحياة كمان. طيب ليش انت عابسة هلا؟ ما لازم نمزح مثلا؟ فريدي وشيك تعي. ليكي انا بوعدك وعد صادق اني رح كون ملك ورش التصليح بالمنطقة كلها. صباح الخير هام بيك. رح تحكي لي كل شيء، ايه؟ رح تحكي. شو صار بالبضاعة؟ كيف انت خفيتها؟ بدك تشرح لي كل شيء بالتفصيل، تمام؟ يلا يلا هام بيك، يلا. انا ما بعرف شيء صدقني، كان في عطلة جمركية بسبب عيد الآباء. شفت الشاحنات كلها واقفة وعم تستنى، قلت لحالي خلص بمر الصبح، رحت على المرقابة اللي جنب الطريق ونمت، وبس فات الصبح رجعت على الطريق لقيتهم مغيرين الشاحنات هنيك، أو يمكن فضوها تفضاي. ماشي ماشي اقتنعت. لك غبي، كم سنة صار لك شوفير أنت؟ 12 سنة هام بيك، وكله بفضل أبوك. سمعت سؤال؟ وهلأ وقت سؤال المليون. لك شي بيهوي من شوفير ل 12 سنة؟ الشحنات تبعهم مليانة. أو ما بتعرف إنه كانوا مليانين؟ ما بتعرف؟ احكي يا حيوان. هام بيك هان، شو في يا موتلو؟ أبوك بده إياك. شو قال؟ قال مشان تجي أنت بتعرف أبوك، روح ولا تخليه يستنى. خلوه يحكي، وإذا ما حكى كسروا له راسه. حاضر هام بيك. هام بيك هام بيك. إيه شو رأيك؟ بصراحة أنا كتير مبسوطة لأنك رح تعيني مديرة الفندق تبعك، بس ما بعرف إنه أترك حياتي هون وروح على بودروم، يعني هي شغلة مو سهلة بالنسبة إلي. ليكي أصلي خانوم، هذا الفندق كتير مهم عندي، بعدين بعتقد هذا العرض منيح ومناسب لإلك، معدلك جيد بالتخرج بالجامعة اللي كنتي فيها، وعلاماتك كانت كتير عالية، وحكيت مع كل الأساتذة اللي كانوا مشرفين على تدريسك، كلهم قالوا شغلات حلوة عنك بدون أي استثناء، وأكيد نحن طبعاً سألنا عنك وعن شغلك الحلو بفندق فارنا. شو بدنا أكتر؟ كل شي حكيته لهلأ بكفينا. أما بخصوص موضوع بودروم، هلأ برأيك لنحقق أحلامنا يا ترى نحن مو بحاجة لشوية مغامرة وتغيير ونكون منفتحين أكتر؟ إذا مو مرتاحة منغير الأسلوب، لا تقرري هلأ فورا، فكري شوي، لا تضغطي حالك وتتوتري، لأنه أنا بصراحة ما عم بعرض عليك وظيفة وبس، أنا كمان حابب كون رفيقك المقرب إذا بدك. أنا آسفة صمد بيك، ما بقدر أقبل عرضك أبدا، عندي عيلة حلوة ومبسوطة هون، موضوع تركن مو شغلة سهلة بالنسبة إلي. يعني عم تخبريني إنه ما في داعي أتمسك برأيي مو هيك؟ شو منعمل؟
هيك حظنا؟ حتى لو ما تقاطعت مصالحنا بتمنى لك حياة ناجحة كتير. شكراً إلك. شو صار؟ على وشك يحكي. قديش خسرنا تقريبا؟ يعني تقريبا حوالي 4 مليون دولار بابا، بس لا تقلق رح لاقي البضاعة لو شو ما كلف الموضوع. مو مهم البضاعة، هاي الوظيفة كانت مسؤوليتك انت ابني، وهي المرة الثانية هاي السنة، معناتها في 5 سنين جاي وبنهاية هاي المسرحية ما رح تقدر تلاقي ولا شاحنة أبداً، وقت رح يجوا يشتروا كل بضاعتنا ونحن ما عنا شي منها. شو بدك يعني أعمل بابا؟ لا عاد تهتم بالبضاعة، روح جيب نفط، اشتري أسلحة، بس لا عاد تجيب بضاعة. روحوا عرفوا لي مين عم يمد إيده على الرزق تبعنا واتركوا الباقي علي. أمرك بابا. سيد أورهانو، لازم تشوف هاي الصورة. هات لشوف. شو هاد؟ شو عم تعمل هاي البنت مع هاد؟ ما بعرف سيد أورهان، كنت عم راقب صمد لأنه الخان هيك بده. هات الموبايل لشوف. شو علاقة أصلي بصمد الدمير؟ شو بده يعرف البنت مين بيكون هذا الزلمة؟ بيكونوا عم يحكوا عن الفندق مو أكتر. خبرها يا بابا، وإذا لزم الأمر أنا بقلها ما بيصير أصلي تشوف صمد الدمير أبدا. لك ليش؟ أه؟ ليش؟ هي مرتك ولا أختك؟ لك ليش؟ يعني طبعاً لا، بس ما منعتبرها من عائلتنا بعد كل هالوقت، يعني تربينا سوا بنفس البيت بابا. ماشي، يلي بيعرف أصلي بيعرفنا، أو هي لازم تعرف. أنا رح أتصرف بابا. مو ملاقية أنسب إنه نحنا نخبرها بالقصة؟ موت لو تركنا شوي لحالنا. مثل ما بتأمر. قرب عود. بابا ليك صمد عم يطلع لنا بكل مكان، وهالشي مو مقبول، واسمه ورد بموضوع الشحنات يلي ما لقيناها لهلأ. ابني كل شخص ممكن ينذكر اسمه بأي مكان بالعالم، إذا كان في عندك دليل قدمه أو خلاص أحسن. أنا بعرف يحيى كتير منيح، ابنه ما بيتحرك حركة بدون ما يعرف. وهدول إلي، لا عاد تحمل الزهر. وكيف بدي ألعب؟ يا أخي أنت بتغش، رح يطلع خلقي. ها شو بدي أكل هالأسبوع؟ فوت على الحمام يمكن تلاقي شي. يمكن صار لازم تعمل لك نظرة على اللي عم يصير. شو القصة ابني؟ كأنه صايرة عينك ضيقة على العالم. لا يا بابا، بالعكس تماما، بدي إياهم يتسلوا، بس عم يخسروا كل شي معهم باللعبة، بكرة بيموتوا جوع. بس يجوعوا من الدخل بالسيرة. كيف بدنا نهتم فيهم؟ السجن كتير كبير، كيف راح نلحق؟ نشتري الأكل من الفايز. خلي الأولاد يتسلوا ويقضوا وقت، ما في شي يتسلوا فيه بهالسجن. أنت أدرى بابا. أها، بكل مرة بتسمع فيها اسم أصلي بتغير صوتك وشكلك. خبرني شو هالإصرار. لا بابا، أنا بس بحب أعمل الصح. أنت ابني القوي، ولقبك هو هان فارنالي، وبيوم من الأيام رح يكون كل شي لألك، وهي العيلة أنت اللي رح تدير أمورها. الله يطولنا بعمرك بابا، أنا ما عندي طمع بمكانك.
بس رح يكون، رح يكون لأنه أنت عايش هيك ورح تكبر على هالشي. وحتى لو غلط ما رح تندم على غلطك، لأنه مركز القوة رح يكون بين إيديك التنتين. بابا أنا غلطت بشي معين؟ بما أنه عم تحكي معي بهي الطريقة معناتها في مشكلة. لا أنت ما غلطت، بس صرت كبير. ليك قديش طولك أنت هلأ الزلمة؟ فيك تدير بالك على شغلك وعائلتك. هلأ صار الوقت. وقت لشو بابا؟ لا تتزوج وتجيب أولاد. بما أنه ما بدك تعيش برات البلد وإجيت لعندي واشتغلت معي، وإذا كان بدك تعمل اللي بدي أعمله فما بقى فيك تصيع وتنسى الشغل والواجب. إذا بدك الناس تحترمك وتهابك لازم تاخد الحياة بجدية. لا بابا أنا منيح. أنا ما عم بسألك عن صحتك. رح تتزوج وتأسس عائلة. تمام بابا. في عندك حدا معين؟ إذا كنت عم تسأل إذا في حبيبي أو صديقة فما في حدا بنوب. ممتاز، لأنه أنا عندي. مين؟ أصلي. قدير هون. لك يا زلمة ما كنت تتعب وانت عم تتعامل مع هاي الشغلات؟ ايش هذا يا رفيقي؟ لك على مهلك، شو صار لك؟ هاي سيارة كلاسيكية وغالية، صدقني بس تخلص ما رح تعرفها. هاي كلاسيكية عم تسلبها علينا؟ لك ما عم تشتغل. رح تشتغل وبكرة بتشوف. انا واصلي رح نصمم سيارة زواجنا. صاير شي؟ وافقت البنت؟ هي وافقت. حليف؟ ايه والله. أهلين بالعريس، إن شاء الله ألف مبروك. حاسني قلبي يا رفيقي، والله كنت حاسس إنه هاي الخطة رح تزبط معك. ألف مبروك. شفت الخطة شو ناجحة؟ أخوك ما بيخدعك. بس ليك انتبه، حسب هاي الخطة إذا أجاك صبي رح تسميه مراد، اتفقنا؟ وإذا أجت بنت؟ حتى لو كانت بنت شو بتفرق يعني؟ يا ربي تعال منكفي على الطريق، لقيت شغل بجنن. تعال. طيب استنى لحتى اجيب العدة. اي معك حق، جيب الكمبريسة وفرد الهواء. اي وجيب مفاتيح الرنش وشحم. ابني انت مجنون شي؟ تعال معي، انا جبت كل شي. شلاح هذا اللي لابسه؟ يلا تعال. ماشي ماشي جاي بس لا اشلحه. ليك اخي لوين رايحين نحن؟ اي هاي مفاجأة. يلا مراد تعرفني ما بحب المفاجآت. يلا تعال. طيب شوي وجاي. شو؟ شو هالمسخرة؟ يا أخي شو اللي مخليك معصب؟ لو قلت لك أنا جاي لهون كنت رح تجي معي؟ ها؟ شبك جاوبني؟ لك أنا محتاج مساعدة، الصبي اللي عندي ترك الشغل. شو شايفني الصبي تبعك؟ ما رح فوت معك، حميد ربك ما رجعت من نص الطريق. لك يا أخي ما عنا شغل صعب جوا، عنا شغلة مترين بمترين كابلات كهرباء، منمدن ومنخلص ومنطلع. طيب وبركي شافنا يا فوز؟ يا عادي يا ابني، شو صار له؟ لك يا غبي، مو هو أبو مرتك المستقبلية؟ ها؟ مراد شو؟ الزلمة لسه ما عرف. رح يعرف، رح يجي يوم ويعرف. يا ربي شغلنا بده دقيقتين، يلا فوت. لك شبك حاج تتبارد علي بقى. يا جبان يلا فوت.
لا أخي أنا رايح، تم أنت بالشغل. قدير سلام. قدير وينك؟ اسمع أخي، لك أخي لا تتركني أنا بحاجتك، ولو وصلنا لباب البيت. يلا تعال نفوت. تمام رح سجل لك ياها، رح سجلها وعالدفتر.